هاد العملية اللي قمنا بها اليوم، هاد الانتخاب ديال الغرفة ديال اليوم هو غادي يبقى تاريخي. يعني احنا عملنا واحد المجهود كبير، وانا بصفتي خبير في الفلاحة بغينا هاد الفلاحة بغيناها تخدم، وبغينا يكون انتاج، وبغينا نرضيو الفلاحة ونرضيو هاد الاعضاء ديالنا. احنا الحمد لله الوزير قريب منا، هو اللي شجعنا باش ناخذ هاد القطاع الفلاحي، وبغيناه يتعاون معنا باش نحققوا المبتغى ديال الفلاح. الفلاح دابا تتعرف كل شيء ولا غالي عنده، البوطه غالي، الضوء غالي، يعني المصاريف غاليه، ولكن ولله الحمد احنا بلادنا بكل صراحه، بلادنا ولله الحمد الانتاج ديالنا انتاج فلاحي الحمد لله، يعني لا باس به. يعني كاين عندنا سميتو الشمندار والحب والحليب واللحام، يعني هاد الجهه عندنا كتمتاز يعني بتربيه المواشي، كتمتاز بالقطاني، كتمتاز بالحبوب، كتمتاز باللحوم الحمراء، وكذلك كاين أطور، وكاين يعني الناس اللي صاهرين لا من المكتب الجهوي ولا من وزارة الفلاحة ولا السيد الوزير، كنشكرهم على هذا المنبر. أعضاء ديال العصابة المعاصرة صوتوا في التجمع. أنا لست أمين عام ولا أمين جهوي، كاين سيد أمين جهوي غادي يدير الإجراء اللازم مع الأخ اللي ما التزمش مع الحزب. شكرا.